موهامير الشوباجي. الفوز بأمريكا وضع لم يكن عن طريق الصدفة بالنسبة لبطل قضى حوالي 8 سنوات يتدرب ويمارس وينافس على أمل أن يكون الأفضل في العالم، حلم تحقق ليضاف إنجاز جديد لسجل مصر في هذه الرياضة. ومصر تزخر بعدد كبير من أبطال الإسكواش، فهناك 5 مصريين من بين 10 لاعبين تألقوا خلال المنافسات العالمية هذا العام. وهذه الأكاديمية التي يمتلكها أحد أبطال مصر السابقين في هذه اللعبة تفتح أبوابها لتدريب ناشئين يرغبون في السير على نفس الدرب. احنا كأبطال عالم سابقين كلنا بنرجع وبنمرن وبنفيد، بندي الخبرة بتاعتنا للعيبة اللي بعدنا. الأهم من كل ده بقى إن اللعيبة في مصر وأولياء الأمور في مصر بيعملوا مجهود جبار عشان ولادهم يوصلوا، مجهود في التدريب، مجهود في السفر مع أولادهم، مجهود مادي. دور يبدو واضحا في صفوف هؤلاء الناشئين الذين حققوا بطولات على مستوى الجمهورية لتؤهلهم للوصول إلى البطولات العالمية. عمر ياقوت واحد من بين هؤلاء الذين يسعون لرفع اسم مصر في الخارج. بطولاتنا نفسي أخدها البريتش أوبن إن شاء الله في شهر 1 اللي جاي، دي أكبر بطولة، واليو اس أوبن إن شاء الله، وفي بطولة العربية بعد أسبوع كده في قطر. وتعد مصر إحدى الدول المؤسسة للاتحاد الدولي للإسكواش، لكن الحصول على الدعم المناسب يقف عائقا في طريق لاعبي تلك اللعبة. احنا ما نقدرش نقارن الاسكواش باللعبات بكرة القدم او حتى باللعبات الاولمبية، لان الاسكواش لعبة غير اولمبية، واحنا بنبذل مجهودات، الاتحاد الدولي حقيقي بيبذل مجهود ضخم ان هو يدخل الاسكواش كلعبة اولمبية، ونأمل ان هو في شهر 2 اللي جاي ان شاء الله يكون لعبة اولمبية، فنقدر نتحصل على دعم مناسب. ويحصل الاتحاد المصري على دعم يقدر ب600,000 جنيه كل عام، وتشارك مصر سنويا في 8 بطولات عالمية. تهيمن مصر على المراكز الأولى في بطولات العالم للإسكواش بمختلف الفئات العمرية، وأسماء نجومها تتصدر ضمن قائمة المصنفين 10 الأوائل على مستوى العالم. لكن وعلى الرغم من ذلك لا يحصل اللاعبون على نفس الدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة لمختلف الرياضات الأخرى، على اعتبار أنها لعبة غير مدرجة ضمن قائمة الألعاب الأولمبية. آية رادي، سكاي نيوز عربية، القاهرة.